بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وإيانا لما فيه الخير والصلاح ببركة الصلاة على محمد وآله. عمل الإنسان لا لون له، وإنما فكر الإنسان هو الذي يلون عمله. الصلاة وهي عمود الدين، أفعال من التكبير إلى التسليم، هذه الأفعال إنما يكون لها قيمة إذا كانت بإخلاص، يعني طريقة تفكير الإنسان هي التي تجعله ينوي هذا العمل لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان لهذه الصلاة قيمة وكانت عمود الدين. نفس هذه الأفعال من التكبير إلى التسليم، إذا أتي بها رياء فليس فقط لا يكون لهذه الصلاة قيمة، وإنما هي عمل محرم وتتحول إلى نار في جهنم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نفس الأفعال، تكبير حام وسورة وركوع وسجود وذكر وتشهد وتسليم، لكن الذي لون هذا العمل أمر يرتبط بطريقة تفكير الإنسان. وهذا الأمر ليس خاصا بالشرع، حتى العقلاء أيضا نفس هذا الأسلوب لهم. إذا شخص دخل إلى مجلس فقام له أحدهم، إذا هذا القيام بقصد الاحترام يكون مطلوب، لكن هذا القيام إذا كان بقصد الاستهزاء مو مطلوب. ولذلك حتى الآن في المحاكم، إذا واحد ارتكب جريمة لكن ما كان يقصد الجريمة، كان يقصد الخير، عمل عملا بقصد الخير لكن نفس العمل لخطأ تحول إلى جريمة،
لا يعاقب هذا المجرم، بل لا يقال له مجرم أصلا. حسب تعبير الأصوليين، الحسن الفاعلي والحسن الفعلي. الحسن الفاعلي قد يكون مع قبح الفعل، لكن لأن الفاعل كان قصده الخير، لذلك مو فقط ليس بمذموم، بل قد يكون ممدوحا. إذا اتضح ذلك، يتضح معنى هذا الحديث الشريف: نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله. لماذا نية المؤمن خير من عمله؟ لأن عمل الإنسان الاختياري مركب من شيئين، من عمل ومن نية. العمل في حد ذاته لا يوجب ثوابا ولا عقابا، وإنما إذا النية انضمت إلى هذا العمل، هذه النية هي التي توجب الثواب أو العقاب في ذلك العمل. في معركة أحد، أحد الشهداء المسلمين قتله المسلمون خطأ، يعني عندما احتدم الصراع والمعركة، فظن بعض المسلمين رجلا من المسلمين، ظنوه من الكفار فقتلوه. زين، هذا القاتل يعاقب؟ لا. يلام؟ لا، بل يمدح. نعم أخطأ، إذا ما كان مقصر في خطئه طبعا، هذا بحث آخر. إيه، هناك أحكام وضعية مثل الدية وما إلى ذلك، هذه لا ترتبط بالنية، بس إحنا كلامنا في المدح والذم والثواب والعقاب. فأي عمل اختياري، مو مثل حركة النائم أو حركة المرتعش بلا اختيار، العمل الاختياري مركب من جزئين، قاصد وعمل. لأنه إذا الإنسان مو قاصد كالنائم، هذا العمل لا يكون اختياريا، لا يستحق عليه ثوابا ولا عقابا. الجزء المهم هي النية مو العمل. ولذلك إذا الإنسان نوى عملا لكن صارت معوقات أمام هذا العمل، نوى الزيارة، ركب سيارة، الطريق كان مغلق، رجعوا، هذا الإنسان الله يتفضل عليه بالثواب والعقلاء يمدحونه. وإذا إنسان نوى معصية لكن صارت معوقات ولم يتمكن من ارتكاب تلك المعصية للمعوقات، مو أنه ما كان يريد، كان يريد لكن صارت معوقات، فهذا الإنسان مذموم. نعم، الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه تفضلا ومنة، لأنه لم يقع ذلك الفعل، لكن مذموم لو مو مذموم؟ نعم، بين قوسين، النية هي القصد وليست بمعنى التمني. بعض الناس يخلطون بين النية وبين التمني. أنا هنا قاعد أتمنى أن أبني مسجدا، هذا تمني مو نية. النية معناه أن يقصد الإنسان الفعل ويبدأ الخطوات العملية نحو ذلك الفعل. واحد قاعد ببيته يقول أنا أتمنى الزيارة، هاي مو نية. الثاني لا، يروح يهيئ المقدمات ويركب السيارة، هذا يسموه نوى الزيارة حتى إذا منع ورجعوه. فبناء على ذلك، وحيث أن النية هي التي تلون العمل، لذلك الإنسان ينبغي عليه الاهتمام الكبير والأكيد بهذه النية.
الإنسان لازم يحاول أن فكره يكون تفكير صحيح، منهجية فكره تكون منهجية صحيحة. الوالد رحمة الله تعالى عليه كان في كتبه وفي محاضراته يؤكد على اللا عنف، أنه الأصل هو عدم العنف، وإنما القوة هي آخر الدواء، آخر الدواء الكي. إذا أنت تقدر تحل المشكلة بدون عنف، وغالب المشاكل تنحل بدون عنف، فعليك أن تكون مسالما وتتخذ السلم أسلوبا. زين، العنف قد يكون في العمل وكذلك اللا عنف. الإنسان عمله يكون عمل عنيف أو لا يكون عنيفا. قد يكون العنف في اللسان أو اللا عنف في اللسان، واحد يتكلم بكلام غليظ شديد، وقد يتكلم بكلام لين، وقد يكون في القلب. السيد رحمة الله تعالى عليه كان يقول اللا عنف في العمل وفي اللسان بل وفي القلب. لا تفكر تفكير عنيف، ليش؟ لأن هذا التفكير العنيف يمنهج فكرك، ومنهجة الفكر تسبب العمل، لأن الإنسان هو الذي حرك فكره. الشخص اللي جاء للزيارة أو الشخص اللي ذهب إلى مركز الفسق، شنو اللي جاب هذا للزيارة وذاك ودى ذاك إلى مركز الفسق والفجور؟ طريقة تفكير، طريقة الفكر هي التي تتحكم في أعمال الإنسان. أنتم تشاهدون العرب قبل الإسلام كما تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كنتم أذلة خاسئين، حتى في القرآن الكريم كذلك موجود، أذل كانوا، لكن ببركة الإسلام تحولوا إلى قادة العالم. شنو السبب؟ السبب كانت هناك قوة كامنة هائلة فيهم، لكن منهجية الفكر شنو كانت؟ أنه أنت لازم تغير على القبائل الأخرى وتبتزها أموالها وحلالها وثرواتها وحتى نسائها. فلذلك دائما كانوا في فكر الغارات، يغير بعضهم على البعض الآخر، وكان هذا من المفاخر أن تغير على قبيلة. وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. عندما جاء الإسلام، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم شنو غير في هؤلاء؟ منهجية الفكر تغيرت. المنهجية كانت في الغارة، صارت المنهجية لا في هداية الناس، المنهجية صارت في التفكير في أمور سامية. سابقا كان تفكير داني جدا، تغير إلى تفكير سامي. كان التفكير عبادة الصنم، صار التفكير هو عبادة الله سبحانه وتعالى. أكو فرق يعني، شوف شلون منهجية، واحد يعبد صنم صنعه بيده، وبعض الأحيان ما كان عندهم أحجار أو ما يعرفون نحت في الأحجار، كانوا يجيبون التمر يسووا صنم، وبعدين يوم المجاعة هم كانوا يأكلون هذا الصنم. أكلت حنيفة ربها يوم التجشم والمجاعة. زين، التفكير هكذا تغير إلى تفكير عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا المنهجية، تغيير في منهجية الفكر سببت أن هؤلاء الذي كانوا أذلاء خاسئين تحولوا إلى قادة في العالم. سابقا كان يفكر في غارة على ابن عمه، صار يفكر في فتح قصور كسرى، في فتح قصور الشام، في فتح قصور قيصر.
لذلك على الإنسان أن يغير في منهجية فكره، أو إذا هي منهجية صحيحة يحاول أن يطورها. حتى شنو؟ حتى أنه أعماله يصير فيها قفزة نوعية. إحنا نشاهد بعض الناس، هؤلاء لهم طاقات هائلة وطاقات كامنة، لكن من اليوم الأول إلا اليوم الأخير تشوفه صفر على الشمال، لا يحل ولا يربط، وولد بهذه الطاقات الكامنة ويموت معها بدون أن تبرز هذه الطاقات الكامنة. وأكو بعض الناس فيهم طاقات كامنة ضعيفة، لكن يفجرون هذه الطاقات، بل ينمونها. لذلك في الأحاديث الشريفة تركيز شديد على العقيدة أولا. يعني شوف، إذا واحد عقيدته سليمة، يعني يعتقد بالله عقيدة صحيحة ينزهه عن صفات النقص ويثبت له صفات الكمال كما نزل في القرآن وبينه الرسول وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام، ويعتقد بالنبي صلى الله عليه وآله اعتقاد صحيح، ويعتقد بالأئمة ويعتقد بالمعاد، هذا الإنسان إذا كان في عمل خلل، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم معناه الإلمام بالذنب، يعني واحد يقترب إلى ذنب لكن يرجع ويتوب. وتأويل الآية في الروايات الذنوب الصغيرة، يمكن الإنسان يرتكب ذنبا لكن هذا الذنب إذا عمل عمل حسن بعد إن الحسنات يذهبن السيئات، قد تشمل الشفاعة، قد شوية يعذب حتى يتصفى وبعدين يدخل في الجنة. أما إذا كان عمله خوش عمل بس عقيدته خربانة، لا يعتقد بالله، ملحد مثلا، مو كل الملاحدة ناس مو زينين، أكون فيهم ناس يعني حسب الظاهر وشوفه ناس زين، إنسان زين، أو ما يعتقد بالرسول، مو كل اليهود والنصارى ناس مو زينين، أكون في النصارى ناس زينين، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أكو فيهم رهبان لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. زين، إذا هذا ما آمن، هو خوش إنسان، مو كلهم ناس مو زينين، خوش إنسان يعني عملا مو عقيدة، وأكو ناس لا يعتقدون بالأئمة أو بإمامة الأئمة لكن ناس طيبين بالظاهر، أكو واحد ما يعتقد بالمعاد، شوف ناس إنسان طيب لكن هذا ما يفيد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبل من أي عمل منه، ما يقبل، كل أعمال الخير تكون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي شيء من هاي الأعمال ما يفيد، فلن يقبل منه، أعمال الصالحة لا تقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. لماذا؟ ذاك اللي عقيدته سليمة إذا شوية في عمل زيادة نقيصة من أهل الجنة، طبعا هذا واحد لازم لا يغتر بأنه يرتكب أي ذنب، يقول أنا عقيدتي صحيحة أرتكب أي ذنب، ليش؟ لأنه بعض الأحيان الذنوب تؤدي إلى الكفر، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. ثم بعد ذلك حتى إذا مات مؤمن، بعض الأحيان الجنة يحتاج إلى أن هذا الشخص شوية درن الذنوب يتنظف منها، فيحتاج إلى فد عصرة، بعض الأحيان هاي العصرة في نار جهنم مئات وألوف السنين حتى يصفى وبعدين يدخل الجنة. على كل حال،
وذاك خدم البشرية واختراعات واكتشافات وما أدري كذا، بس لأنه ميت شهادة شهادتين في جهنم. ولماذا هكذا؟ جواب، لأنه العقيدة هي المنهجية اللي ترسم شخصية الإنسان. والله سبحانه وتعالى، وما يحتاج إلنا ولا إلى أعمالنا، اشترط لجنته أن تعمل بطريقة خاصة. إذا أنت بذيك الطريقة ما عملت، بتطلب شيء من الله. بس هذا بحث اعتقادي نتركه لوقت آخر. الإنسان ما يطلب شيء من الله، الله يقول أنت امشي من هذا الطريق أنا أكافئك. مثل ما إذا أنت تريد تبني بيت، جبت لك مهندس وعامل وراوت له خريطة، تقول له أريد البيت تبنيها بهذه الخريطة. هسه إذا بناها بخريطة أخرى، أنت تقدر عليها تشتكي بالمحكمة. هو يجي يقول لك أنه أنا أحسن بنيت لك من خريطتك. قل أنا ما أريد هذا الشيء اللي أنت بنت لي، أنا الخريطة الخاصة اللي راوت لك إياها ذيك الخريطة أريدها. أنت ما مشيت بذيك الخريطة، مو فقط أنه لا تستحق مني أجرا، بل أنت معاقب، وهذا البناء اللي بنيته لازم كله تفلشه وفلوس من جيبك رايح. الله سبحانه وتعالى بطريقة خاصة يريد العمل. إذا أنت مشيت على تلك الطريقة الخاصة تستحق الثواب، وإلا فلا. فالعقيدة صارت الأساس لأنها مرتبطة بالفكر، منهجية الإنسان في فكره. ولذلك إحنا علينا أنه نمنهج فكرنا بطريقة سليمة. أكو في الحديث الشريف عن عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يقول ما معناه إن موسى عليه السلام كان يقول لبني إسرائيل لا تزنوا، وأنا أقول لكم لا تفكروا في الزنا، لا تفكر بي حتى. ليش؟ لأنه التفكير في الزنا أو أي معصية أخرى مثل الدخان، الدخان ما يحرق البيت لكن يسوده يسخمه. بعض الأحيان شايفين أكو شيء مقدمات الحريق والاشتعال يصير بدخان، دخان أسود، يجون يطفوه. صحيح ما صار حريق لكن البيت كله تسخم صار أسود. التفكير في الذنب وبالذنب يسود القلب. صحيح هذا التفكير الله من منته علينا ما يعاقبنا على هذا التفكير. رفع عن أمتي 9 أحد هاي الأشياء المرفوعة، والحسد ما لم يظهر بيد أو لسان. يعني إذا واحد في قلبه يحسد بس ما يظهر هذا الحسد على يده أو على لسانه، هذا لا يعاقب في الآخرة أنه أنت ليش بقلبك كان الحسد. لكن هذا الحسد يسود القلب، بمعنى أنه يمنعه من الدرجات الرفيعة. ما يستاهل بعد الدرجات الرفيعة، ما يستاهل أنواع خاصة من التوفيق. اللي يفكر بالذنب حتى إذا ما ارتكب ذلك الذنب، هاي نفسيته وقلبه أسود، نفسية سوداء. والإنسان اللي نفسيته سوداء وقلبه أسود، هذا إنسان لا يستاهل ولا يستحق المقامات العالية. حتى إحنا بالدنيا إذا عرفنا أنه واحد يفكر بالشر يسقط من أعيننا. بس إحنا ما نقرأ النوايا، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى علينا. طبعا الله جعل لكل أمر باطني علامة ظاهرية، ما أضمر امرؤ شيئا إلا ظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه، كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لكن غالبا الإنسان نواياه لا يكتشفها أحد، والإسلام أمرنا أن نحمل فعل المسلم على الصحة، نقول إن شاء الله عمله صحيح. لكن إذا عرفنا بنية الشخص وعلمنا أن نيته كانت سيئة يسقط من عنا. كيف يوم القيامة هم يوم تبلل سرائر، كل شيء الإنسان في سريرته في باطنه ضامة
ما يجهر بي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يكشفه. وهذه من أكبر العقوبات، واحد يوم القيامة يفتضح، يشوفون إيش قد الناس، يشوفون إيش قد نفكر في معاصي، وإيش قد نفكر في أمور غير لائقة، وإيش قد نفكر في كذا وكذا وكذا. وإذا هو إنسان لا مؤمن يزداد مقاما وعلوا، يشوفون إيش قد نفكر في أمور حسنة حتى لو ما مسويها، يعني ما قدر يسويها. في الأحاديث يقول همتك تكون عالية. الهمة العالية يعني شنو؟ يعني طريقة فكرك. مرة واحد همته دانية، زين، يقول أني بعض الناس تشوفه مثل بعض الكسبة، يقول أنه أني أطلع لقمة العيش في أمان الله. تشوف فد واحد طالب يقول أني أصعد فد منبر كلمتين موعظة في أمان الله، زين، هذا النوع من التفكير يبقي هذا الإنسان دائما في الحضيض. لكن إذا كانت همته عالية، يعني يفكر في أمور كبيرة، الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان القدرة في أن يطير، يطير المرء بهمته كما يطير الطائر بجناحيه. قد لا تكون الظروف الآن مؤاتية، لكن مو دائما الظروف مو مؤاتية، بعض الأحيان الظروف تصير مؤاتية، انتهزوا الفرص. إذا واحد مفكر ومهيئ نفسه عندما تجي الفرصة ينتهزها، وإذا ما مفكر وما مهيئ نفسه وتجي الفرصة وتروح، فإنها تمر مرا سحاب. فالهمة العالية الرسول صلى الله عليه وآله من الأشياء اللي أوجدها في المسلمين الهمة العالية. في معركة الخندق المسلمون لم يكونوا بتلك القوة العسكرية حتى يجابهوا المشركين وجها لوجه، لأن المشركين استنفروا جميع قوى الشرك في الجزيرة العربية، مو فقط أهل مكة كانوا في بدر وأحد وكذا، أهل مكة كانوا، لكن في غزوة الخندق استنفروا كل قوى الشرك في الجزيرة العربية. لذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه لا يمكن للمسلمين أن يجابهوا هؤلاء عسكريا، فلذا حفروا الخندق. الخندق شنو كان السبب فيه؟ أنه لا يصير لقاء وجها لوجه، وبالفعل ما صار لقاء وجها بوجه، زين، وبعدين طالت المدة والمشركون تعبوا وصارت خلافات بينهم، وبعدين اجت رياح قوية ايضا الله سبحانه وتعالى ارسلها، فانهزموا، يعني انفضوا بدون ان يقاتلوا المسلمين الا كم واحد عبروا الخندق اللي امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اوصلهم الى جهنم، عمرو بن عبد الود وغيره. زين، في هذا الظرف اللي أنت ما تقدر تواجه مواجهة عسكرية، مضطر أنه تحفر خندق وتتستر خلف هذا الخندق، تشوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أوجد الهمة في المسلمين في حال الحفر، لأنه قسموا مقدار الخندق بين المسلمين، كل جماعة كم مترة مثلاً، وكان في شهر رمضان وصايمين، وذاك الوقت كان الصيام أصعب من الآن بشدة، لأنه إذا واحد بعد المغرب كان ينام بعد ما إلى حق يستعمل المفطرات، لا يأكل لا يشرب لا كذا. بعدين الله سبحانه وتعالى خفف عنهم وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولا ذاك الوقت إلى حين غزوة الخندق كان الحكم هو هذا، لازم تصوم، إذا بالليل نمت خلاص بعد ما تقدر تأكل شيء لازم تمسك إلى الليلة الثانية. وأحد الأصحاب إجا بعد حفر الخندق، هو تعبان وصايم والحر شديد وجهد بدني كبير في الحفر، رجع إلى البيت أول المغرب حتى يفطر، ما كان الطعام متهيئ،
فتعبان هو كان، اجته غفوه نام وهو لم يفطر، وفز من النوم وخلص بعد لازم للصبح. والصبح جاء يشتغل في الخندق، هو البارحة ما مفطر واليوم الماضي صايم، فأغمي عليه. فالله سبحانه وتعالى تخفيفا على المسلمين أنزل هذه الآيات. على كل حال في هذه الحالة وصلوا إلى صخرة، ما قدروا المسلمين ذلك اللي كان تكليفهم حفر تلك الأمتار أن يزيحوا تلك الصخرة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ الفاس أو أي شيء آخر المعول وضربه على هذه الصخرة. طبعا الحديد عندما يضرب بقوة على الحجارة صير شرارة، فصارت شرارة. فالرسول صلى الله عليه وآله قال: أرى قصور الشام. بعدين مرة ثانية شرارة أخرى قال: أرى قصور كسرى. شرارة ثالثة: أرى قصور مصر. طبعا المنافقين قاموا يستهزئون، بس احنا ما نقدر ندبر حالنا، وديك امبراطوريات عظمى وكذا. لكن الرسول صلى الله عليه وآله إضافة إلى أنه كان يقوي معنويات هؤلاء المسلمين يعطيهم الهمة. صحيح أنت الآن في ظرف حرج، لكن مو دائما تبقى في هذا الظرف الحرج، أن مع العسر يسرى، فإن مع العسر يسرى. زين، بهذه الهمة طريقة تفكيره حتى وهو في أحلك الظروف سبب أن يصير قادة العالم. الشيعة في العراق سابقا يفكر، هو هذا تقديرنا، ارضى بالوضع، انت اكثريه ابقى مظلوم مضطهد كذا. فالواحد سأله: شنو مشروعك في الحياه؟ قال: انا مشروعي في الحياه الشهاده، اصير شهيد. زين، ولذلك سنوات طوال يسيطر عليهم النواصب ويسومونهم خسفا، سيارات يطوهم حقوقهم. لكن طريقه التفكير تغيرت، أني عندي حق، ليش أتنازل عن حقي؟ وخاصة أن ذاك الطرف أنه يظلمك، أني عندي حق، هو إلى حق، لي حقي وله حقه، ما أريد أظلمه بس أريد حقي. طريقة التفكير تغيرت، المعادلة هم تغيرت. ظرف مؤاتي إجا أن الله لا ينصر الدين بالرجل الفاجر. بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين عبر الفجرة الفسقة. أمريكا أجت لأغراضها، لكن فشلوا في أغراضهم وتندموا على إزاحة صدام. لكن بالنتيجة الظرف المؤاتي يجت أن تستفيد منه. وهكذا وهلم جرى، طريقة التفكير عندما تتغير كل شيء يتغير في حياة الإنسان. وإذا بقت طريقة التفكير نفسها رح يبقى نفس الأمر. أكفد مثل، هو مثل، بعض الأحيان تضرب أمثال على لسان الحيوانات لتقريب الفكرة. يقولون فد صقر أو صقر، صقر يعني، هذا باض بيضة على قمة جبل، فهاي البيضة دهدهت تزحزحت سقطت على سفح الجبل. أكو محل دواجن دجاج يربون، فهذه الدهدهت هذه البيضة إلى أن وصلت إلى قسم ببيض الطيور، بيض دجاج، والدجاج عبالها هذا هم من بيوضها، فنامت على هذه البيوض ومنها بيضة هذا الصقر، إلى أن تفقست هذه البيوض وتفقس الصقر. زين، فالمثل يقول هذا الصقر ويا الدجاج ربه، يتصور هو دجاجة وينظر إلى السماء ويرى الطيور ويرى العقبان ويرى الصقور، ويتمنى يقول: يا ريت أنا كنت كهؤلاء أطير. بس يتصور هو دجاج وما يطير وما يطير وما يطير إلى أن مات، مو يتصور دجاج، فبقي دجاجا كما كان. وذاك الشاعر يقول: عاش حمارا ومضى حمارا.
هذا مثل بس يبين واقع الإنسان كذلك بطاقات كامنة، بس تفكيره إذا صار صحيح منهجة منهجية صحيحة راح يوصل إلى ما يريد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يتقبل أعمالكم وزياراتكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.